الرحمن الرحيم. النهاردة ان شاء الله هنتكلم في حلقة استثنائية خاصة بوقف قرار الإزالة، موضوع في منتهى الخطورة نظرا لأثره على كل مخالفات البناء بشتى أنواعها، سواء كانت مما يجوز فيها التصالح أو التي لا يجوز فيها التصالح، حيث أنه كما سبق أن ذكرنا سابقا أن قرار الإزالة هو قرار إداري يصدر من المحافظ المختص بشأن إزالة المخالفة بأي صورة من صورها، وهو بوصفه كقرار إداري يجوز الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري والحصول على حكم بوقف تنفيذ القرار وإلغائه، وهي دعوة سنتطرق إليها لاحقا في حينها وليس مجالها الآن. وكنا الأول في القضايا كان بيصدر نوعين من الإزالة، كان بيصدر حكم بالحبس والإزالة كعقوبة تبعية في جنحة المباني أو مخالفة المباني، غير قرار الإداري اللي بيصدر من المحافظ المختص. وزي ما قلنا القرار الإداري يجوز الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري وإلغائه أو وقف تنفيذه، والنهاردة الجزئية الشائكة المشكلة اللي بتخص كل الناس اللي عندهم مخالفات في البناء اللي بينطبق عليها القانون رقم 17 لسنة 2019، وهو وقف إزالة المباني الخاصة به. وتنفيذ الإزالة طبعا بيتم جبرا حتى لو صدر حكم لصالحة. أنا عايز أوضح جزئية مهمة عشان الناس ما تخدعش نفسها، لأن القرار الإداري في اتجاه، قرار الإزالة في اتجاه والقضية في اتجاه آخر، فحتى لو صدر حكم بالبراءة بينفذ قرار الإزالة إذا لم يتم التصالح، وإذا صدر قرار أو حكم المحكمة بوقف تنفيذ قرار الإزالة أو إلغائه بتنفذ الجهة الإدارية القرار طالما لم يتم تقديم طلب التصالح. اذا ما بقاش امام المواطن اللي عنده مخالفة مباني غير حالة واحدة لوقف تنفيذ قرار الازالة. ايه هي؟ الرضوخ لاحكام القانون 17 لسنة 2019 المنفذ بالتصالح على كل الحالات اللي تسبق 22/7/2017، اللي هو اخر تصوير جوي زي ما قلنا اعتمد عليه القانون، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 اللي حدد آخر موعد لتقديم طلبات التصالح لإيقاف تنفيذ الإزالات 30/9/2020. كل اللي عنده مخالفة مهما كان نوعها، هل يجوز التصالح عليها أو لا يجوز التصالح عليها، يتقدم بطلب للتصالح للوحدة المحلية المختصة في الدائرة اللي بيقع فيها العقار بملف التصالح، وهيقبل الملف حتى ولو لم يستوفى حسب التعليمات الجديدة، ولا بد أن يقدم قبل 30/9. 30/9 ده موعد نهائي لتقديم طلبات التصالح لوقف تنفيذ الإزالة، مهم جدا اتفوتش الميعاد لأي سبب، ما تخليش أي سبب يمنعك من تقديم الطلب، قدم الطلب الأول. ليه؟ هتحصل على نموذج ثلاثة، نموذج ثلاثة زي ده كده بيصدر لك من الوحدة المحلية بيثبت انك انت قدمت طلب للتصالح على المخالفة اللي عندك، وبموجب هذا النموذج بتقدمه. إذا كان في دعوة في المحكمة بتقدم النموذج للمحكمة، وبناء عليه وفقا للقانون المحكمة تقضي بوقف الدعوة لمدة 6 أشهر لحين الفصل في طلب التصالح بتاعك. طيب نفرض ان طلب التصالح بتاعك لم يبت فيه وعدى 6 أشهر والمشكلة مش من عندك، من الوحدة المحلية لكثرة الطلبات ولضيق الوقت اي شيء من هذا القبيل،
هتلاقي النيابة العامة حركت الدعوة ضدك مرة تانية وحددت لها جلسة وبعتت لك الإعلان بعد انتهاء 16 لحضور الجلسة. بتاخد تصريح المحكمة وبتستخرج شهادة بالجلسة الجديدة تفيد ان لسه طلب التصالح لم يتم البت فيه، وبناء على هذه الشهادة يحضرني برضو شهادة هيت انا لسه جايبها امبارح خاصة بقضية من القضايا. بتحصل على هذه الشهادة من الوحدة المحلية المختصة بتؤكد للمحكمة ان الطلب لم يتم البت فيه بعد، عشان تقدمها للمحكمة تقوم المحكمة توقف القضية لمدة 6 اشهر اخرى بناء على التعديلات القانونية الاخيرة. لابد من اتخاذ هذه الاجراءات لوقف تنفيذ قرارات الإزالة، وده كله بيتم بناء على تقديم ملف التصالح زي ما قلت، وبتتخذ الإجراءات. يعني أنا شخصيا بتخذ الإجراءات للعملاء بتوعي أو للناس اللي يهموني بتخذ لهم الإجراءات، بصرف النظر بقى عن قناعتي الشخصية إذا كانت القوانين دستورية أو غير دستورية، ده مجالها المحكمة الدستورية. إنما في الوقت الراهن لابد من اتخاذ الإجراء لوقف تنفيذ الإزالة حتى لا يضار صاحب المخالفة. ما بقاش في حل غير كده. أي حد يقول لك غير كده يبقى ده كلام إيه؟ حرق وقت. ليه؟ لأن القانون حددها وأصبحت الموضوع مفيش اي جدال فيه غير انك تقدم عمال عيد وقرره طلب تصالح، حتى لو مش مستوفي هياخدوه. التعليمات الجديدة بتقول كده هياخدوه. المهم نبقى معاك شهادة او خطاب او اي شيء يفيد ان انت قدمت طلب التصالح. ليه؟ حتى لو جالك اي حد عشان يطالبك بالتنفيذ او يهددك بتنفيذ ازالة، هتطلع النموذج 3 او الشهادة اللي استخرجتها من الوحدة المحلية اللي بتفيد بتقديم طلب التصالح، يوقف الإزالة فورا قبل ما يبدأ في الشروع في تنفيذ قرار الإزالة. أعزائي، هو طبعا في سنة 2020 السنة اللي احنا فيها دي في الآونة الأخيرة القوانين متناقضة ومتضاربة ومشكوك في دستوريتها أصلا. أنا بتكلم كرجل قانون، مشكوك في دستوريتها أصلا، والقرارات الوزارية الصادرة بناء عليها متناقضة جميعها ومع القوانين. ونتناول في وقف التنفيذ في إطار القانون 17/2019 والقانون رقم 1/2020 اللي احنا بصدده، اللي بنقول لابد من تقديم طلب التصالح لوقف تنفيذ الإزالة. انا بقول اهو انك انت لو اخترت بحذر، لان دي من التوابع الوقف اللي بقول عليه، لو اخترت برفض طلبك او اخترت بتقدير رسوم على طلبك ما انتش مقتنع بيها او مبالغ فيها، لان ده هيحصل لك حق التظلم من هذا القرار خلال 30 يوم من اختارك. لابد ان تتظلم من هذا القرار خلال 30 يوم من اختارك. قانون حددها والقرارات الوزارية حددت 30 يوم. وطبعا في الأونة الأخيرة تداول على السوشيال ميديا وفي الصحافة الكتاب الدوري الصادر من رئيس الوزراء بتحديد الرسوم التي سيتم تحصيلها تحت بند جدية الطلبات بمقدار 25% من قيمة المخالفة، وفقا لجدول كده أعد لذلك بتحديد قيمة التصالح في المدينة وفي القرية، وصنف الأعمال المخالفة، وكل عمل من أعمال مخالفة له قيمة تصالح في المدينة وفي القرية سعر وفي المدينة سعر، ولكن على أن يكون تحت بند رسم جدي. والكلام ده مش بألفه ولا ابتكار مني ولا انا بقول حاجة جديدة، لا ده كل الدولة عارفاها، لان دي قرارات صادرة من رئاسة مجلس الوزراء، وهي صدرت طبعا بارقام فلكية قد لا تتفق مع حجم المخالفات
ويكون سداد المبالغ الكبيرة في الجدول هو تعجيز لبعض المخالفين الذين لا يقدرون على السداد وهم أغلبية. فلا بد، أنا أناشد المسؤولين، السيد رئيس الوزراء والسيد وزير التنمية المحلية، بناشدهم بالنظر في جدول توزيع الجدية المذكور رأفة بالمواطن الذي لا يستطيع تركيب باب يستره في بيته. المخالفة قد لا تتجاوز قيمتها 5000 جنيه، وبلزم المواطن بدفع 20 أو 40 ألف. ليه رسم جدية وربع التمن، وهو التمن كله مش هيجيب 5000 جنيه حسب تقديرات القانون الأولى في قانون التصالح اللي حددت الجدول من 50 جنيه ل2000 جنيه. ممكن المخالفة عندي ما تجمعش 5000 جنيه، أدفع المواطن 40 ألف جنيه ليه؟ وسميهم 25% رسم جدية. في حاجة اسمها رسم جدية؟ طبعا الكلام ده كلام فاضي. هو أنا طبعا بتكلم بخصوص قرارات وقوانين، طبعا الدولة بتفرض قانونها على المواطن وتفرض هيبة القانون بقناعة المواطن بالقانون وليس فزاعة القانون. أولا مفيش دولة في العالم حكومتها تقول جدية التصالح. ليه؟ لأن الدولة هي الخصم المزعم، هي الخصم القوي اللي يقدر ينفذ بكافة طرق التنفيذ قراراتها على المواطن راضية أو لم يرضى. يبقى حكاية رسم الجدية دي يعني ده موضوع زاد عن حده وكتير قوي، لأنه يعتبر لوي دراع وابتزاز للمواطن بدون وجه حق، ولا الدستور ولا القانون ولا الأعراف ترضى الكلام ده. فلا بد من المسؤولين من النظر في هذا الأمر، لأن الدولة تستطيع إزالة المواطن نفسه مش عقاره بس، بقوتها القانونية تقدر تجبر المواطن على احترام القانون وليس بفزاعة القانون وسيف القانون. وهو ده اللي بنأمل فيه، إن احنا نكون دولة وشعب يسري أو يسير على منهاج احترام القانون وليس خوفا من فزاعة القانون. يعني يكون احترام القانون نابع من جواه، يكون أصلا المواطن من جواه احترامه للقانون مقدس وليس خوف من سكينة القانون. فأنا بطالب المسؤولين بإعادة النظر في جدول الجدية ده، لأن مبالغ فيه جدا وظالم جدا، وما ينفعش ان يتقال عليه ان دولة بتفرض على مواطنيها كده، لان ده شيء يسيء لنا. واحنا بنوجه نظر المسؤولين لذلك، وبنرفع الامر الى كبير الدولة معالي وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ان ينظر الى المواطن الضعيف بعين الاعتبار ولا تكون القرارات سواسية الغني مثل الفقير، حتى لا يضر المواطن الغلبان اللي بيسعى على قوت عيشه وبقاله 3 أشهر ما بياكلش عيش ولا لا ياكل عيش بسبب فيروس كورونا، وجت الدولة بعد فيروس كورونا ولحقته بقرارات متعددة، كل القرارات ما قالها دفع فلوس فقط وهو أصلا مش لاقي ياكل. احنا بنطلب من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي النظر بعين الاعتبار الى هذه المشكلة. واشكركم اعزائي، وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.